بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا. السي الميرود قال لك يعني قضية تعويم الدرهم الذي دخل حيز التطبيق يومه الاثنين 15 يناير 2018، يقول لك ما هو أثره على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية وكذا وكذا. أولا إن شاء الله تبارك وتعالى لو أردنا أن نعرف ما هو التعويم، ما معنى التعويم ديال الدرهم؟ ما معنى تعويم الدرهم؟ يولي عالمي. ما يتحكموش فيه التعويم. إذا ما عارفينش واش هو التعويم. التعويم أو تحرير الدرهم العملة الوطنية، يعني لو قلنا التحرير راه ماشي محرر، له ارتباط، فهمت؟ والدرهم في المغرب عنده ارتباط باش بعملتين أجنبيتين، الأورو 60% والدولار 40%. يعني عندنا الدرهم ها هو عنده 60% في الأورو معتمد عليه، القيمة نتاعو معتمدة، و 40% نتاع الدولار. لماذا 60% ديال الأورو؟ لماذا؟ لأن أكثر المعاملات تقع بين أوروبا والمغرب. وعلاش الدولار 40%؟ علاش؟ علاش؟ وخا أن المغرب مع أمريكان ما كانش تعامل كبير، ولماذا أضفنا إلى سلة العملات التي يعتمد ويرتبط بها الدرهم زدنا الدولار؟ علاش؟ عالمي. علاش؟ وخا عالمي نديروه؟ علاش دول الخليج؟ لا، لأن السلع اللي احنا محتاجين لها ضرورة هما زوج، اللي هو البترول والقمح، هذو خصنا نجيبوهم، هذو يتباعوا في الأسواق العالمية باش بالدولار. إذا احنا محتاجين الأورو لأن أكثر التعاملات نتاعنا مع أوروبا، ومحتاجين لواحد العملة اللي ما تشرى بها هذه المواد اللي احنا محتاجين لها إلا بالدولار، اللي هما القمح والبترول. احنا ماشي دولة بترولية، منين نجيبوا البترول بالخليج نجيبوه بالدولار، منين نشريوا القمح بالأسواق العالمية نشريوه بالدولار. وهذه من المواد الأساسية التي لا نستغني عنها. إذا ما معنى الدولار الآن الدرهم راه في القضية؟ واش راه محرر ولا ماشي محرر؟ ماشي محرر، لأن يرتبط في قيمته زين بالدرهم. معناه أن الدرهم ديالنا زيد تكون القيمة ديالو، تكون القيمة ديالو عالية فوقاش. من الذي يضمن استقرار القيمة تاع الدرهم؟ ولذلك يجرنا هذا للحديث عن أنظمة الصرف كاين تقريبا بزاف، ولكن كاين زوج تاع الأنظمة اللي مهمين. نظام الصرف زيد، نظام الصرف الثابت هو هذا اللي راح نهضروا عليه. منين الدولة تربط العملة نتاعها بعملات أجنبية وتخلي ذاك الدرهم دائما تدخل البنك المغرب باش يبقى الدرهم في القيمة ديالو الشرائية في مستوى لا يبتعد كثيرا عن قيمته، يتأرجح 0.1 وكذا زار. هاي ثابت، يعني الدولة حاضياته انطلاقا. النظام الثاني وهو نظام الصرف، واسمه هو المرن واسمه هو الا تبقى للدرهم ارتباط بالعملات هذه اللي كدره. اذا ما معنى التحرير الان؟ هي فك ارتباط الدرهم زين اجنبيتين الاورو والدرهم. معناه نطلقوا الدرهم فاش في الاسواق العالميه بحيث يخرج عاريا لا علاقة له بأية عملة، فقيمته في هذه الحالة كيف تتحقق؟ بماذا تتحقق؟ بماذا تتحقق الآن قيمة الدرهم وهو قد تحرر في الأسواق المالية الآن؟ بماذا؟ بقانون الطلب والعرض. حينما زيد يطلبوا الناس الدرهم بزاف، شحال غتكون قيمتها؟ غادي ترتفع. منين المال تاعنا والدرهم تاعنا في الاسواق العالميه ما يكونش ما يديها في حتى واحد؟
ويكون عندنا الدراهم بزاف وحتى واحد ما يطلبوا كي تكون لا 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 كي تكون القيمه نتاع السوق العالمي ميته ما يشري بها حد ما يشري بها حد. اذا حنا منين بغينا نحروا الدرهم حنا راه عندنا هذا الفكره مسبقا ياك معناها اننا لا يمكن ان نقوم بفك ارتباط الدرهم بالعمولات واعتماد ما يسمى بنظام الصرف الثابت والانطلاق هكذا دون دراسة إلى تحرير الدرهم مرة واحدة وإطلاقه لكي يعوم في السوق لا يضمن له أي شيء القيمة نتاعو إلا قانون العرض والطلب. هذه مشكلة هذه مغامرة كبيرة ولذلك المغرب واسمو ده واسمو ده حتى لا يسقط فيها واسمو ده واسمو ده دار النظام زيد النظام الصرف زيد المارين زيد المارين زيد زيد بالتدريج بالتدريج ليتحكم فيه بحال مثلا يدير حد ادنى نتاع القيمه ديال 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 الدولار ديال الاورو مثلا من خمسه لتحت من خمسه ما يهوش تحت خمسه وما يطلعش في العام فوق 15 يعني من خمسه ل 15 سمعت ما بين 5 و 15 الى ضعف وزاد فوق 15 تدخل الدوله ترقلو تقول لا رياضة ما حد يرقد ماشي بحال مصر دارت ضربه وحده طلع من 6 جنيه ل 21 جنيه طاح 3 نتاع المرات القدره الشرائيه نتاع الجنيه انخفضت 3 مرات اي ان المتضرر شكون هو الفقير اصلا والطبقة المتوسطة تهود واسمه يبقى في المجتمع الميت واللي عنده كل شيء أي أنه طبقة المتوسطة التي تضمن توازن المجتمع وتضمن له الاستمرار لأن الطبقة الوسطى كتكون عندها علاقة ما بين الطبقة الفقيرة والطبقة يعني كيكون اللحمة ديال المجتمع متماسك لكن هذه الطريقة تؤدي والعياذ بالله إلى القضاء على الطبقة المتوسطة فتنزل الفقيرة والاخرين يزدادون غنى اذا 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 الدولة واسمو دارت واسمو دارت واسمو دارت دارت نظام الصرف المالي نزيد بالتدريج بالتدريج وحددت سقفا ادنى وسقفا اعلى للقيمة التي يتأرجح فيها الدرهم قيمة الدرهم تتأرجح بين حد ادنى وحد اقصى لا ينزل على الحد الادنى ولا يرتفع على الحد الاقصى. ما رانيش اعرف ولكن واسمو اذا اذا ها هما ناقص 2.5% زائد 2.5% من بدينا البارح من بدينا البارح شحال كانت قيمه الاورو شحال؟ كانت شحال؟ 110 يعني 11 درهم إذا غادي يكون غادي يكون يعني تحت 11 درهم يعني غادي ناقص 2.5% شحال شحال تولي؟ 7 إلا 11 8 ونص حتى 11 وزوج 13 ونص يعني من 11 ونص ل 13 ونص غادي يكون هنا يعني أن الدولة لا تترك المجال لكي يغرق كلية أو لكي يقوى ويرتفع أكثر من هذه لأن الدولة ليست مستعدة لكي تغامر بالسلم الاجتماعي هذا الان ان شاء الله تبارك وتعالى مع مرور الاعوام وشحال غادي تقول من عام باش تولي يتحرر 100% شحال خص من عام سنوات على حساب الدوله تقدر دير 20 عام تقدر دير 10 سنين تقدر المغرب شحال غيبغى يدير شحال شحال باغي يدير يعني 10 سنين تقريبا هكذا يعني في ظل 7 سنين غير 10 سنين يكون تحرر بالتمام والكمال اي لم يعد مرتبطا بأية عملة وأن قيمته الحقيقية إنما تحددها زين قانون العرض والطلب للعمولات في الأسواق المالية راك تفهمون ولا غير نهضر راكم فاهمين الآن إن شاء الله تبارك وتعالى نمشي الآن متى يمكن أن يكون لهذه للسؤال لهذه العملية آثار إيجابية على الاقتصاد وعلى المواطن وكذا متى علاش زعما علاش الصادرات اكثر من الواردات؟ كل الانتاج
علاش زعما يوزي غادي يوزي يقول بما ان ان شاء الله تبارك وتعالى لا زال لحد الان الدرهم ان شاء الله تعالى عنده ارتباط بهذا الشيء، يخص هذه العملات اللي هي الدولار، وهي خص يكون عندها واسمها كتله من هذه العمله كافيه لكي تضمن زيد لكي تضمن استقرار هذه العمله بحيث لا ترتفع ولا تنخفض على الحد اللي رسمناه. فهمنا ولا ما فهمناش؟ هذه العمله نتاع الدولار وديال الاورو كيف يمكن لنا ان ناتي بها الى بلادنا؟ باش غادي ندير؟ اولا الاقتصاد قوي، ولكن الاقتصاد قوي ما معنى الاقتصاد القوي؟ اننا ننتج كثيرا، ما معنى ننتج كثيرا؟ اننا نصدر كثيرا، حينما نصدر كثيرا واش غادي يجيبنا؟ اسمع واش غادي يجيب؟ غادي يجيبوا العمله الصعبه، غادي يجيبوا الاورو بزاف والدولار بزاف. اذا باش غادي نجيبوا الاورو بزاف والدولار بزاف؟ ها هو الاولى الصادرات، زيد الثانيه السياحه، يخصنا المداخيل ديال السياحه، يجيو عندنا السياح بزاف ياك. ها الثالثه الجاليه، المداخيل نتاع الجاليه في الخارج كيصيفطوا الفلوس نتاعهم تمايا ان شاء الله تعالى. ها الثالثه والرابعه الاستثمارات الخارجيه، كيجيو ان شاء الله كنديروا لهم الرونو هنا والسيارات ونديروا ان شاء الله تبارك وتعالى الطائرات كنركبوهم هنايا وكذا. يعني عندنا الان ان شاء الله تبارك وتعالى بنيه صناعيه واخا، ولكن على كل حال. والخامسه باش ندخلوا زيد يوزيدوا القورو، نجيبوا الكريديات، هذو خمسه باش نجيبوهاش بالصادرات زيد، بالاستثمارات، بالسياحه، بمداخل اهل الخارج، وبالقروض مختار. هذو هما اللي طلعوا لنا ان شاء الله تبارك وتعالى الاخر ياك، يكون عندنا واحد الكتله كبيره ان شاء الله تاع المال باش الا بغينا نشريو نصيبوا باش نشريو، وتبقى لنا واحد المده طويله ايوه تغطيها هذه العمله في المستقبل، 6 شهور عام، نقول له احنا عندنا عام ان شاء الله ما محتاجين ان شاء الله تبارك وتعالى باش نشي ازمه ولا ايوه. هذه الاولى. الثانيه ان شاء الله تعالى، المساله الثانيه اللي يمكن ان شاء الله تبارك وتعاوننا باذن الله باش القيمه تاع الدرهم ما تطيحش. ها هو قلنا كيفاش ندخلوا ان شاء الله العمله، راح قلنا الثانيه واسمو هي؟ اذا لابد ان شاء الله تبارك وتعالى من التركيز على التقليل من استيراد المواد التي نحن في غنى عنها. ما بقاش غير جيب 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 جيب، نرشد قضية الاستهلاك، فيؤثر ذلك عن محاولة تقليص ما يسمى بالواردات. المسألة الثالثة واسمو هي؟ الثالثة واسمو هي؟ أنه تكون عندنا إن شاء الله كتلة كبيرة ديال من؟ ديال الذهب في بنك المغرب. المغرب عنده يلاه 22.5 نتاع طن ديال الذهب، وهذا شيء قليل جدا جدا جدا. لو ان الذهب اللي راحنا نديروه في البنكة لو كان تولي عندنا مثلا 50,000 طن ولا في كل وقيتة، واخا نديروا التعويم للدرهم كيكون هنالك الذهب. الذهب هذا راه مطلوب والثمن ديالو غالي، كيكون مرتبط بالذهب، ما عليناش عندنا الذهب. احنا درك واش موقع عندنا؟ احنا الذهب قليل ياك يا اخو، الاقتصاد ضعيف، ما كاش الصادرات ما كاش كذا زين، الكتله نتاع العمولات اللي هي نتاع كيما يسمى الصعبه ما عندناش بزاف. معناه واسمو اننا نغامر، يخصنا واسمو هو قبل ما نديروا هذا الشيء واسمو خصنا اما رحنا في الاقلاع الاقتصادي وحنايا مطمئنين على ان الاقتصاد غادي يزيد لقدام، هذه ما رحناش عارفين، واما كاين واحد الحاجه ما رحناش عارفينها عند الحكومه واسمو هي؟ انه يمكن انها اكتشفت الغاز واكتشفت كذا، وسيتدخل في هذا العام باذن الله الى ما يسمى بالدول المصدره للغاز، والتي سيكون من نتائجه مداخل كبيره من الدولار والاورو. انت ان شاء الله
هادشي كاين ولا ما كاينش؟ الله اعلم الله اعلم. راهم دائما يقولوا راهم دائما يقولوا ها كيفاش الديون اللي فينا وكذا وكذا ان شاء الله. الان كيفاش غادي يديروا باش يخرجوا لنا ذوك الدولار وذاك الشيء؟ كي يديروا باش يخرجوا لنا باش يخرجوا الاولى باش ها زيد منين نستوردوا نخلصوا زيد زيد. السواح نتاعنا منين يمشيو منا يديو، المستثمرين منين يربحوا يديو، اللي يخرج من المغرب يبغي يستثمر هنا يديو، نخلصوا الكريديات يديو، وكل عام نخلصوا واحد الغرايب ديال الفوائد نتاع الكريديات. معناها ان بعدا راه ذاك اللي عندنا راه بعدا غير في العام غير اللي علينا احنا راه زعما يخرب لنا الاخر. اذا انت راك عارف باين لا اللي عندك مهدد باش بان يذهب فين لتؤدى به هذه الامور الضروريه التي لا تستقيم معيشه المواطنين الا بها، هذه وحده. وثانيا احنا الاقتصاد نتاعنا اسمه ضعيف، ليس باقتصاد عنده قوه تنافسيه. ولذلك فان الخوف كل الخوف اذا لم تكن للدوله فعلا تصور واضح على ان ثمه اقلاع اقتصادي مبني على الصح، او الا عنده واحد الفكره ان هناك ثمه مشاريع ستطلق في المستقبل وربحها مضمون بحال الغاز بحال كذا، فان الاقدام في هذا الظرف على هذه المساله هي مجازفه. باش مجازفه بانخفاض القدره الشرائيه للدرهم، واول المتضررين هم الفقراء والطبقه المتوسطه 100%. ما فيها لا ذي ولا ذيك. والدليل واسمه هو ان البارح دار في السوق السوداء شحال دار شحال دار الدرهم شحال دار لورو شحال؟ 11.75 في السوق السوداء، لان اللي كيحدد المضاربه درك عاد غادي الناس تبقى تدور على الدولار على الاورو. اللي عنده شي فلوس مريضين، اللي عنده شي فلوس راه غادي يبقى يمشي يصرفهم اورو وكذا وكذا، فيقع الطلب على الاورو والدولار بشكل كبير ويبقاو يزيدوا زيد زيد. هذوك السوق السوداء تقدر تضبطهم ولا ما تضبطهمش؟ لا تضبطهم. انت يا راك ضبطت غير المسائل ديال البنكه اللي صرف عندك، اما الواكش اللي برا هذوك شكون كي غادي يقول لك انا نصرف ونخلي عندي الاورو ياك، وانا اتوقع بان رسمه الدرهم مازال غادي يزيد يطيح، لان مبني على اقتصاد هش وضعيف. هو انت الى صبت ششتا لا اله يا ربي الى صبت ششتا راه غادي شويه ان شاء الله الناتج الوطني الخام غادي شويه. هو ما صبش ما يعني ما نجيبوش القمح، ما انا ما كاش كذا صافي دعوه هذا اخر. واللي يحرك المغرب كاع واسمه هو الشتاء. الا كان الشتاء اللي يبني يخدم، واللي يبيع الميكا، واللي يبيع الانجري، واللي يبيع الصبابط دوك بومنتل، واللي يعدل تبانتات، كل شيء يخدم. الا ما عندناش حنا الشتاء كل شيء يبس كل شيء يبس. ولذلك احبابي هذا الشيء اللي صرى البارح 11.75 كما كتبت الجرائد، ماشي عبد الله اللي راه يقول، بقى يقولوا عبد الله راه يقول الله راه يخوف. قالوا 11.75 غدا وشحال الصباح؟ كاع الناس تمشي دير شحال الصباح؟ غادي يطلع غادي تفوت هذاك الحد الاعلى الذي حددته الدوله، فيقع ماذا يقع؟ واسمو يقع؟ واسمو يقع؟ اضطراب ومشكله، ويقع الهلع والخوف. الناس مخلوعه غير هذه الخلعه وشحال تسوى؟ هذه وحده. اخيرا ان شاء الله نقول لكم واحده المعلومه، انه حينما يتحرر الدرهم ولم يعد له ارتباط باي عمله، وان قيمته في السوق تكون على حسب قوه الاقتصاد المرتبطه به استيرادا وارادا وطلبا وعرضا، هذا الوقيتة يكون عندك الحق الى صرفت لخوك 100 دولار ولا 100 اورو البنكة عندك الحق واسمو الدير، ما عندك الحق واسمو تقول له اعطيها لي دولار ولا اورو، ما تعطينيش درهم. علاش؟ لان الان الدولار ولا هذا الاورو واسمو ولا ما ولاش عمله، واسمو ولا سلعه
السلعة أنا كنشريها أنا كنشريها أدخروها، لأن أنا كنقبض 100 أورو. لو كان تعطيني بالصرف نتاع المغرب دروك 1100 أورو تعطيني شحال؟ 110,000. لا أنا أعطيني 100 أورو غدا غادي تولي شحال يدير في السوق، في السوق السوداء شحال يدير؟ 13 14 15. هيا عندي 100 من بعد غادي نبيعها بشحال؟ ها؟ لا ما تحبش تبع حتى كار، هذا هذيك فلوس، هذوك انت فلوسك، فلوسك ما بقاتش فيهم الثقه، مالي الفلوس ما بقاتش الثقه نتاعهم في فلوسهم، لان ما خلاولكش الدرهم هو العمله ديالك، لا قال لك صافي الدرهم ما بقاش مرتبط الاخر، اي عمله اللي 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 اللي, اللي, اللي تكنز لك القيمه ديالها تقبضها، فاجي على حسابك الاقتصاديه قضيه النيه ولا؟ ولكن ولكن الان ما غاديش المغرب هو ما غاديش يعطيك بحال في مصر كيصيفطوا لك 100 اورو، مش تقول اعطيني 100 اورو ديالي، يعطوك 100 اورو في البنكه، احنا في المغرب مازال، المغرب يقول لك لا نعطيك الدرهم، القضيه الان قضيه سلعه، جاتني 100 اورو اعطيني 100 اورو ديالي الله يرحمك. ولذلك انا لست متفائلا ابدا بهذا القرار. اولا علاش؟ لان اقتصادنا ضعيف، لان الديون كثيره، لان الاقتصاد اقتصاد ريع، لان الذين يقررون هذا لم يمرروه الى ممثلينا في البرلمان. كيف يمكن لمسألة تخصنا وتمس قدرتنا الشرائية أن يأتي واحد ولا ما نعرف شكون فيملي عليه البنك الدولي أو الاف ام اي ويجي يديرها لنا؟ علاش؟ ورا ممثلنا احنا، ورا الممثلين تاعنا تاعنا، ورا الحكومة. حتى الجمعة حتى الأخير أسبوع صدقوا عليه في آخر أسبوع قال زعما باش ما تكونش مضاربة. هذا باش في الحقيقة، في الحقيقة هاد المسائل اللي كتدار علينا حنايا لا اعتبار لنا، مغيبين حنا سيدي. بعدا فهمونا، فهمونا باش تعرفوا. لا ما كانش الفهمه، اللي فهموا راهم قالوا لكم، وانت يا تحمل النتائج ديالها. ولذلك حنا لسنا مطمئنين اخويا، العداله ما كانش، ما يفهموناش، يقول لهم يفهمونا ويقولوا لهم حتى منين نجيو حنا نتكلموا اش كيقولوا الناس منين نكون كل شيء هكذا شي كلمه نقولوها وتكون في اليوتيوب واسم يعلقوا الناس ما. هذا واش عنده شي غير يخربق هذا قرا شي حاجه هذا واش فين ما يتكلم واش عنده هذا شي يعرف شي حاجه هذا يقول هذا زعما هذوك الاخرين يقول له واش هذا. ولذلك ان شاء الله تبارك وتعالى نحن لسنا مطمئنين من جهات متعدده. والله اجعل تكون غلط يا ربي، قولوا امين يا ربي نكون غلط، يا ربي نكون غلط في هذه، ربي نكون غلط في هذه وتكون في صالح الاخرى والربح. ومن المرفق تقولي لي اه يا النهاري كنت غدير كذا، شو المغرب فين تبارك الله الدرهم راه يدير 60 اورو. اي والله